تشهده الساحة السياسية اليوم من تكرار مشهد الخلافات وصراعات ما بين الكتل السياسية حول المناصب الوزارية الثمان المتبقية انعكس سلبا على أداء عمل مجلس النواب، ولا سيما في إقرار الموازنة الاتحادية. مراقبون للشأن السياسي رجحوا إن هذه الخلافات ستؤدي إلى تأجيل إقرار الموازنة إلى مطلع العام المقبل. الموازنة تأخرت كثيرا، كان من المفروض أن تقر هذه الموازنة منذ أشهر، لكن دخول يعني عملية التشكيل الوزاري أثر بشكل كبير. الموازنة قدمت من قبل الحكومة تصريف الأعمال، لكن تأخرت بسبب عدم إكمال الكابينة الوزارية، وهذا ما أثر بشكل مباشر على عدم إقرار الموازنة. التأخير في إقرار الموازنة المالية له تبعات على أداء المهام الإدارية للحكومة العراقية، لكون الموازنة تعد العصب الرئيس للاقتصاد العراقي، حيث تشمل مجمل الخارطة الاقتصادية لجميع قطاعات الدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومحافظاتها. في حال تأخيرها فإن هذه السياسة، أي السياسة المالية للدولة، ستتأخر وتترتب عليها آثار كبيرة، خصوصا في مسألة الموازنة التشغيلية التي تخص الرواتب، فضلا عن الموازنة الاستثمارية التي المفروض أن تكون في هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها، وبالتالي عدم إقرارها ستكون له ارتدادات سلبية على هيكل وإدارة الدولة العراقية، وأيضا على المشاريع التطويرية للبنى التحتية والحيوية. وليس بمعزل عن اعتراضات الأطراف السياسية على نسب استحقاقاتهم المالية في قانون الموازنة، فهي الأولى التي أسهمت في تأجيل إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2019. الخلافات ما بين الكتل السياسية أسهمت في تأخير إقرار الموازنة الاتحادية، وهذا التأخير له آثار سلبية على الشارع العراقي والعملية السياسية بحسب ما يراه باحثون في الشأن السياسي. من بغداد، صقر منذر، WTV.